في كلمة سيدي الكريم، كي ماذا تقولون للمترشحين كتطمينات لهؤلاء المترشحين وهم في صدد التجهيز لخوض هذا الامتحانين المصيريين؟ أولا قبل إجابة على هذا السؤال سيدتي المحترمة، أولا نركز على المرتكزات الذي انطلق منها هذا البروتوكول الوقائي. أولا المرتكز هو احترام التباعد الجسدي لمقدر يعني بمتر واحد يعني حسب المرسوم في الساحات والقاعات وجميع المحطات المذكورة. نعم. يعني فيه 4 محطات اللي يمر عليها واستقبال المترشحين أمام يعني المركز، فيه كذلك محطة يعني كشف درجات يعني حرارتهم وكذا والمرور، ثم فيه كذلك محطة تاع تفتيش يعني وأخذ يعني أو سحب الأدوات الممنوعة يعني داخل قاعة المركز. في كذلك السنة هذه درنا ماهوش لوحة واحدة فقط، وإنما عدة لوحات بعد تبعد كل لوحة على أخرى للتعرف على قاعات أكثر من 3 مترات، دائما لاحترام التباعد الاجتماعي، ماهوش تباعد اجتماعي داخل القاعة وإنما فقط كذلك التباعد الاجتماعي داخل الساحات. كذلك وفرنا كذلك داخل القاعات هو وضع الطاولات باحترام التباعد الاجتماعي اللي هو أكثر في جميع القاعات أكثر يعني من متر واحد. وهو كذلك إذن وطمئن جميع أبنائنا وجميع بناتنا بأننا يعني مقبلون لرفع هذا التحدي هذا واجتياز هذه الامتحانات في ظروف حسنة صحية مطمئنة، وعليهم أن يرفعوا كل يعني هذا يعني التخوفات وأن يقبلوا على الامتحانات هذه وسيكون النجاح يعني في حليفهم وحليف الجميع. وأتمنى بالمناسبة يعني من الله عز وجل أولا رفع هذا البلاء ورفع هذا الوباء على بلدنا الجزائر كذلك ولأبناء كذلك التوفيق كذلك في امتحاناتهم والنجاح في هذه الامتحانات بحول الله. شكرا.